اشتغلت فترة كتير طويلة مع الأولاد. أنت تشتغل مع الأولاد بين أنيماسيون وأنيفرسارات وكيرمسز وخبار وهيك بده يكون بالك طويل لأنه أهلهم مساطيل. لأنه هن أنا بالنسبة لإلي الأولاد الصغار والختيارية they have one thing in common كتير صريحين. يعني الأولاد بعد ما بيعرفوا يكذبوا والختيارية خلاص عندهم سنتين بيموتوا. يعني تيو تو في جوي؟ نو. جدي أمي عاملة مجدرة، أي رفيقه بالمجدرة؟ هي ذاتك. والله هي ذاتك يعني. فبالتورنيه دي بيرنويل طالع عند انا كل يعني كل بيرنويل بيعمل منطقه سو انا كنت لابس بارب وكرش وكل شيء من فوق لتحت وهيدا بدق لمدام بقول لها مدام طالعين لعندك بيتك بالمونتيفيردي قلت لي مونتيفيردي بس انا يا دين الاير يا دين الاير انت يا اير قاعد بحرش سنوبر شو حتفرق معك اذا مونتيفيردي ولا مونتيفيردي يعني طلعت لعندها وصلت قالت لي نيكولا سوري عم نعذبكم سي لافيدو نوفيل وهيك لازم تكونوا مع عيالكم انا يا مدام مش مشكل تريكي تيبس مش مشكل ابدا قلت له بدي اطلب منك طلب قلت له تفضلي هلا هول عن جد هول هالكاتيجورين من العالم ما كثير مسيطرين على اولادهم فبيطلبوا يا من السوبر هيرو يا من بيرنويل يقول لاولادهم شو يعملوا توقعت تطلب مني مثلا قول له لاتيو يعمل دوفوريتو او قول له لاتيو طوي تيابا قول له لجورج ما يلعب فيه قدام الناس ما بعرف صنّك لوجيك الولاد ما عم يعملوا قلت لي فيك تنزل من الشمينه شلت لها البار قلت لها مدام انا نيكولا بس سي با لو فري بير نويل قد ايه عمرك مان شو قصتي قلت لي ديزولي بس جو سوي ني اون فيفريي وبرجي قلت لها برجي شنكه ما تكبيها على البرج يا عيني